حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين. إذن مشاهدينا، وبعد عدة خطوات اتخذتها الحكومة الحالية للتخفيف عن كاهل المواطنين جراء أزمة ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق، يعتمد اليوم البنك المركزي المنصة الإلكترونية كخطوة نحو إزاحة الفساد في التعاملات المالية داخل البلاد بعد مدة ليست ببعيدة من تفعيل هذه المنصة للحوالات الخارجية. فالمنصة الخارجية والداخلية تسهم كثيرا بتقليل فرص تهريب الأموال وكذلك التعاملات بطرق متحايلة وغير رسمية، وبالتالي الاقتصاد ينتعش ويخلو ولو بقدر ممكن من تحايل الفاسدين والمتلاعبين بحركة السوق النقدية. وفي ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، يواصل فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي تحقيق إنجازات متقدمة في حملة الإغاثة الطوعية الخدمية لمناطق بغداد المحرومة، وبناء على توجيهات سابقة من رئيس مجلس الوزراء. جهود كبيرة بالعدة والعدد في أكبر العمليات الخدمية على مستوى العاصمة وعدد من المحافظات، فضلا عن أخرى مستهدفة وقعت على رادار الجهد الهندسي. معالجات مباشرة وعاجلة للقطاعات التي تمثل أولوية بالنسبة للمواطن في المناطق التي تعاني من ضعف الخدمات، وبالشراكة مع المؤسسات الحكومية المعنية التي تتمثل بالأضلاع الثلاثة الجهد الآلي للحشد الشعبي والمكتب الهندسي في مجلس الوزراء وأمانة العاصمة. فهذه الجهود مشاهدينا تأتي مع إتمام الحكومة الخدمية 100 يوم من تسلمها المهام الرسمية. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة ونرجو أن تبقوا معنا. التعاملات الروتينية والكلاسيكية في السوق النقدي بالعراق، اليوم عمل البنك المركزي على استبعادها من المصارف وشركات الصرافة داخل وخارج العراق باعتماد منصات إلكترونية، وذلك لمتابعة وملاحقة المتلاعبين باستقرار الاقتصاد المحلي ومن خلال الحصول على العملة الأجنبية وبيعها بطرق غير رسمية. المزيد من التفاصيل مع الزميلة نهى الشمري. ضمن مساعي الحكومة الحالية والجهات المعنية لتخفيف كاهل المواطن بانخفاض سعر صرف الدولار، العديد من الخطوات اتخذت للحفاظ على التوازن الاقتصادي للبلد. فقبيل أيام اعتمد البنك المركزي المنصة الإلكترونية للحوالات الخارجية لتأتي المنصة الإلكترونية المحلية بعدها في المصارف والتعاملات الداخلية معاضدة لها، من أجل إبعاد المتحايلين بطرق غير قانونية من تداول العملة. المطلوب في هذه المرحلة تفعيل المنصة الإلكترونية وإلزام المصارف سواء كانت الحكومية منها أو الأهلية أو منافذ الصرف في بعض المناطق بالالتزام ومتابعة ما يتم من تعليمات بغية الحفاظ على استقرار حركة السوق وعدم العودة إلى الأزمة مرة أخرى. إلزام شركات الصرافة بالتعامل وفق سعر الصرف الحكومي لم يتم السيطرة عليه ما لم تخضع التعاملات المالية للمنصات الإلكترونية، بالتالي تقويض الفساد بالتعامل غير القانوني والتلاعب بأسعار الدولار. الوفد العراقي إلى واشنطن عمل على طرح السياسة النقدية مع الجانب الأمريكي والتفاوض بشأن صرف الدولار دون اشتراطات مخالفة للقوانين الدولية، كما ذكر وزير الخارجية العراقي ذلك. أنا أعتقد أنه إجراء البنك المركزي من خلال إلزام المصارف العراقية بالتعامل من خلال المواقع الإلكترونية أو المنصة الإلكترونية هو أمر مهم جدا، يعني هذه أحد متطلبات البنك الفيدرالي، فبالتالي هي تمثل سحب لذريعة أمريكية تحاول من خلالها ارتفاع أسعار الدولار في العراق، وأيضا تحد من عمليات يعني تهريب العملة والسوق السوداء، وبالتالي أيضا تسيطر على عمليات الحوالات بشكل دقيق، وهذا الأمر مهم جدا يعني يساهم بشكل فعال في خفض قيمة الدولار العراقي واستقرار السوق العراقي. فالمنصة الإلكترونية يعدها المراقبون رادعاً للمتحايلين في التعامل بالعملة الأجنبية، بالوقت الذي وجه البنك المركزي عقوباته بحرمان المصارف أو الشركات الصرافية التي تعرض عن استخدام المنصة الإلكترونية في الحصول على مستحقاتها الأسبوعية من العملة الأجنبية. نهى الشمري، الأيام الفضائية.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام بالصوت والصورة من بغداد، عضو مجلس إدارة اتحاد رجال الأعمال العراقي الأستاذ عبد الحسن الزيادي. أهلا بكم سيد عبد الحسن، وكذلك ترحيب الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري. أهلا بكم دكتور ماجد، وأبدأ معك دكتور ماجد. بداية، ما مدى أهمية تطبيق البنك المركزي العراقي لهذه السياسة الرقمية؟ عزيز، الغرض الأساسي أولا تحية لكم وتحية للضيف العزيز وتحية لمشاهديكم الكرام، حياك الله. المسألة الأساسية هو عملية تنظيم التجارة والسيطرة على موضوع تهريب وهروب الأموال إلى الخارج، وفي نفس الوقت عملية غسل الأموال. نعم. فلذلك عملية المنصة الآن صدرت الحزمة الثانية من تعليمات البنك المركزي في كيفية التعامل مع التجار والجهات التي تحتاج إلى الدولار، وأعطى تسهيلات كثيرة جدا في هذا المجال. التاجر الذي يريد أن يستورد من الخارج، وحتى لو كانت شركة بسيطة يعني، ممكن أن يستورد لغاية 200,000 دولار شهريا، وهذه المسألة موجودة يعني، تم تسهيل التعامل مع وأصدر تعليمات إلى المصارف لتسهيل التعامل مع التجار بشكل عام. المسألة الأساسية ضبط التجارة الداخلية، العفو، ضبط التجارة الخارجية بالنسبة للعراق مسألة أساسية ومسألة مهمة جدا لضبط الاقتصاد العراقي، وفي نفس الوقت ضبط الاقتصاد العراقي سيؤدي إلى عملية التنمية الاقتصادية بإجراءات الحكومة التي اتخذتها في عملية المشاريع الاستراتيجية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذا كله إذا ما استمرت على هذا الاتجاه التعاون بين السياسة النقدية والسياسة الاقتصادية في هذا المجال، أعتقد سنصل إلى نتائج جيدة جدا. ولكن يجب التفريق بين سعر الصرف للدولار في السوق السوداء وبين سعر الصرف الذي يتم توفيره من قبل البنك المركزي. هذا هو يمكن نقطة مهمة جدا حاليا للمواطن دكتور ماجد. يعني هذه السياسة الرقمية أو المنصة الرقمية كانت من أهم أهدافها هو مكافحة الفساد وكذلك الحد من التلاعب بأسعار الدولار. قضية الدولار ممكن أن نتحدى من هذا التلاعب وبيعه بالسوق السوداء؟ عزيزي، لا توجد دولة في العالم استطاعت السيطرة على السوق السوداء. هذه خلينا نعرف، ولا على موضوع غسل الأموال بشكل كامل. طيب، من سقوط النظام حتى الآن الدولة والحكومة مو مسيطرة على أسعار الدولار كانت؟ السبب الأساسي أنه كانت هناك فوضى تجارية تعود عليها التجار وتعود عليها السوق العراقي، الاستيراد العشوائي والانفتاح بالنسبة للدولار ممكن تأمينه عن طريق الصيرفة، ولذلك صار استقرار. الصدمة اللي صارت، العلاج اللي صار بالصدمة عن طريق المنصة الإلكترونية سواء داخل العراق، داخل البنك المركزي وداخل المصارف والفيدرال ريزيرف والتعاملات الدولية اللي موجودة في الوقت الحاضر والضغوط الكبيرة على عدم التعامل مع الموجودين في القوائم السوداء سواء داخليا أو خارجيا. نعم. هذا هو أدى إلى الفوضى حتى في التجارة الدولية، ولذلك اتخذت إجراءات كثيرة جدا خلال السنتين الأخيرة فيما يتعلق بتنظيم التجارة، وخصوصا بعد الفوضى الاقتصادية اللي صارت، أو بعد التدهور الاقتصادي اللي صار، مو تدهور وإنما الهبوط في الناتج المحلي الإجمالي في كل أنحاء العالم وشبه الركود اللي موجود في العالم، كلها اتخذت إجراءات من أجل ضبط عملية التجارة، وفي نفس الوقت اجت لمصلحة العراق أنه ضبط التجارة الداخلية في العراق. هذه الإجراءات كلها يجب التعود عليها، وتحتاج إلى يعني فترة ليست طويلة وإنما وليست قصيرة فيما يتعلق بتنظيم عمل التجارة. المشكلة أن اللي رد أثيره أنه موضوع سعر الصرف بالنسبة للسوق السوداء وسعر الصرف المتعلق باستقرار أسعار السلع والخدمات في العراق، هذه يجب الفصل بينها. ولذلك المسألة اللي مطروحة الآن، الهدف الأساسي هو استقرار أسعار السلع والخدمات في العراق، ولذلك البنك المركزي اتخذ جميع الإجراءات لتأمين جميع الأموال اللازمة للتجار وللمتعاملين مع الخارج والأفراد فيما يتعلق بسفرهم أو للعلاج أو للدراسة أو للسياحة. هذه هي الإجراءات اللي ممكنة الآن. الدولة
ايضا اتخذت اجراءات مهمه جدا فيما يتعلق بتنظيم التجاره وفرضت بعض الشروط على التعامل. طيب ارجع لك نفصل بهاي هذه النقطه المهمه دكتور ماجد، ارحب بك مره ثانيه سيد عبد الحسن، واود ان اسالك يعني هناك مده منحت للمصارف مع الدخول بهذه المساحة الزمنية سيد عبد الحسن من أجل تنفيذ هذا القرار من قبل المصارف والبنوك والشركات الصغيرة، فهل تم تطبيقه أكو استعداد لتطبيقه حاليا بأريحية من قبل المصارف وشركات الصرافة؟ تحياتي لك ولضيفك الكريم ولمشاهديك الكرام، حياك الله. الحقيقة احنا اليوم كنا في ندوة مع البنك المركزي في اتحاد الغرف التجارية، وطرحوا التجار ورجال الأعمال المستوردين مشاكلهم أمام البنك المركزي، والبنك المركزي اتخذ بعض الإجراءات وهو مصدر حزمة قرارات بخصوص هذا الوضع. الحقيقة احنا يعني من خلال اللي ما لمسناه من الناس اللي عندهم خبرة في الاستيراد والتصدير بالوقت الحاضر، حسينا اكو مشاكل كبيرة بالوقت الحاضر تخص القطاع الخاص، لأنه البنوك والمؤسسات اللي مؤسسات الصرافة ما تلتزم بموضوع صرف العملة، وإنما تعقد الأمور وتطلب إجراءات كلش صعبة بحيث تأثر على المستورد. هذه طيب. تعرقل العملية الاقتصادية خصوصا. يعني من كلامك سيد عبد الحسن أن هذه السياسة الجديدة للبنك المركزي سياسة رقمية ممكن أن تعقد عمل الشركات، لو هي راح تكون رقمية بالإمكان التقديم عن طريق منصات إلكترونية، وبالتالي تجاوز قضية روتين بيروقراطي وكذلك محسوبيات وغيرها. لا اسمح لي، أنا بالعكس مع المنصة، وهذه عملية جدا جيدة ويعني تتخلص الاقتصاد العراقي من النهب. نعم. هذه احنا متفقين عليها، لكنه بما انه المؤسسات اللي عامله سواء بالقطاع الحكومي او القطاع الخاص المصارف ما مستوعبه العمليه، وكانت تصرف وتشتغل بكيفها بفوضى مثل ما تفضل زميلي. الان اصبحت امام منصه وامام قانون وامام تدقيق حسابي مضبوط. نعم. عليها على هذه المؤسسات ان تلتزم، لان انا رحت للبنوك وشبت بعض البنوك الآن ما عندهم استعداد يتقبلون المستورد أو يسهلون عمليته بسبب الفساد اللي مستشري كان بالبلد وبهاي العملية. هاي العملية اليوم أصبحت لازم تطبق، لأنه إنقاذ العراق بتطبيق هاي العملية، وعليه على البنوك والبنك المركزي أن يتابع العمليات واحدة أثر واحدة بسبب حتى تمشي العملية بسلاسة، لكن مو يجي المستورد أو يجي حتى هذا المسافر اللي يريد يحصل 7000 يشوف أمامه عشرات العقد. هذه تربك حتى تربك البرنامج وتربك المنصة وتخلي المواطن يتذمر. بعدين إحنا البلد محتاج، لأن تعرف إحنا ما عندنا صناعة ولا عندنا زراعة ولا عندنا موارد، كل بلد الوحيد اللي بالعالم هو اعتماده أساسا على الاستيراد، فالاستيراد يجب أن يقنن ويكون مضبوط مثل ما صار بالمنصة. وبنفس الوقت احنا أتسينا الحقيقة الآن اكو اتجاه على القطاع الخاص، على القطاع الصناعي بدأوا يفكرون بجدية القطاع الصناعي، خصوصا يعني اللي ما طرحه رئيس الوزراء قبل فترة مع اتحاد الصناعات العراقي مع بعض رجال الأعمال اللي طمأنهم أنه العملية راح يصير بناء، راح يصير قروض، راح يصير بناء مشاريع. هذه طيب. كلها عملية يعني الحقيقة هي عملية اطمئنان، وأكو سوء فهم بين رجال الأعمال والتجار والمنصة. وبنفس الوقت قلت لك البنوك يعني رادنهم تطبع أو رجال الصرافة أو آخر، لأنه هم محتاجين على الفوضى، ويعني قسم من عندهم يتصور هاي الفلوس اللي ينطيها لهذا أو يسهل أمره هي عملية يعني يشعر هو بها عملية جملة، وهي بالعكس هو الآن هذا الرجل اللي يجي يستورد هو جاي فلوسه وانت تتحولها وتاخذ عمولتك عليها. طيب في هاي الحاله سيد عبد الحسن، يعني اجراءات المنصه تقديم طلب مرفق بمعلومات عن طالب الحصول على
العملة الصعبة والجهات المستفيدة والمصارف والجهات المرسلة اللي تأخذ وقت يعني زمني، ربما يعني ممكن أن يتسبب بنقص المعروض من الدولار بالسوق وبالتالي ارتفاع أسعاره والتلاعب به أيضا؟ بالحقيقة يعني مثل ما تفضل التهريب هو يبقى موجود هذا، لكن أنا أشوف بالنتيجة إذا نجحت المنصة وتسهل الأمر المواطن ما راح العملية تقل عملية التهريب وعملية الفساد في هذا الموضوع. شلون يعني شنو قصدك أستاذ عبد الحسن؟ شلون راح يبقى التهريب موجود إذا كانت هناك منصة وإجراءات إلكترونية وغيرها؟ لا مو عادي أقول البلد هذا بلد ما ممكن أن 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 ينهي بيوم وليلة ينهي هاي العملية، لأن أكو مفاصل تشجع. هذا بلد صار له بـ20 سنة بفساد، يعني ما ممكن أن ينتهي باليوم، أكيد راح، لكن إذا الدولة شددت الأمور واتبعت الطرق الصحيحة السليمة وتعاونت مع الجهات المصدرة وسهلت أمرها، ذيك العملية ذيك الساعة الناس تتجاوز هاي المرحلة. طيب إذن أعود لك دكتور ماجد، يمكن أولى هذه الإجراءات هي اتباع الحكومة والبنك المركزي السياسة النقدية الإلكترونية أو هذه المنصة الإلكترونية، لكن هذه المنصة دكتور كافية؟ لو أكو إجراءات مطلوبة إضافة إلى هذه السياسة الإلكترونية؟ عزيزي الموضوع هو يجب أن تكون حزمة متكاملة من الإجراءات اللي تساند السياسة النقدية، وهذه تجي من السياسة المالية وبشكل عام من السياسة الاقتصادية. نعم. الحكومة الآن بدأت باتخاذ بعض الإجراءات المهمة في موضوع ضبط التجارة الداخلية، هذا شيء مهم، لكن هل نستطيع في الوقت الحاضر أن نضبط المنافذ الحدودية؟ هل لدينا نظام ضريبي متكامل بحيث نشجع الإنتاج المحلي ونسوي توزيع عادل للدخل بشكل عام؟ هل لدينا إجراءات وسياسات عامة في موضوع التنمية الاقتصادية؟ طبعا اللي موجود في الوقت الحاضر السياسة اللي مطروحة من سيد رئيس مجلس الوزراء سياسة واضحة جدا في موضوع استغلال الثروات الطبيعية بالنسبة للبلد، وفي نفس الوقت التوجه نحو الصناعات الاستراتيجية، وهذا توجه مهم جدا، ولذلك هذه لا تأتي بين ليلة وضحاها، هذه تحتاج أقل شيء سنتين ثلاثة أربعة خمسة، بس يجب وضع الأسس لعملية التنمية. عندما يتعود التجار والصناعيين والزراعيين على هذه الأسس ويلتزمون بعملية التنمية والتخفيف من المضاربات هذه اللي موجودة، بالتأكيد سيؤدي إلى استقرار الاقتصاد وسيؤدي إلى التخفيف الكبير من عملية الفساد الإداري والمالي ومن عملية تهريب العملة والسوق السوداء. فلذلك الآن التوافق بين السياسة النقدية والسياسة الاقتصادية والسياسة المالية، طبعا لا يوجد توافق كبير جدا الآن بين السياسة المالية والسياسة النقدية، لكن بشكل عام الإجراءات التي تسير عليها الحكومة في الوقت الحاضر إجراءات صحيحة مساندة لما يتخذه البنك المركزي من التسهيلات الكبيرة لعملية التعامل مع التجار. طيب هناك تساؤل يعني مطروح من أغلب الأوساط السياسية الاقتصادية، عفوا، هذه السياسة الجديدة الإلكترونية تخدم الشركات والمصارف؟ أكو شركات متخوفة من هذه السياسة، أكو مبرر دكتور لهذا التخوف لوراح ممكن يتعرقل عملها الغير مشروع؟ عزيزي الآن مثل ما قال الأستاذ عبد الحسن، الموضوع هو عندنا 20 سنة فائتة من الفوضى الاقتصادية الكاملة. نعم. ومن التوجه نحو اقتصاد السوق الحر الفوضوي. هذه المسألة يجب أن تنظم، يجب تحقيق هوية موحدة للاقتصاد العراقي، لا لحد الآن لا توجد هوية موحدة. التوجهات الآن بشكل عام تدخل الحكومة باعتبارها أكبر مالك لرأس المال في عملية التنمية الاقتصادية، هذه مسألة أساسية لتسهيل كل الأمور. حل التوجه نحو حل مشكلة الكهرباء، هذه مسألة أساسية لتشجيع التنمية الاقتصادية. التوجه نحو صناعة الاستراتيجية شيء جيد جدا. التعاون في موضوع الحكومة مع القطاع الخاص وتنمية القطاع العام، هذه أيضا مسألة أساسية، لكن هل هي متكاملة؟ لا، تحتاج إلى
أشياء أخرى كثيرة جدا، وهو كما قلت سابقا ضبط المنافذ الحدودية بشكل كامل، وفي نفس الوقت استخدام الضريبة لعملية السياسة الضريبية لعملية التنمية الاقتصادية وليس فقط لجذب الأموال. أنا مستعد أن أتنازل كثير عن الأموال وهي قليلة بالمقارنة مع العائدات الأخرى، أتنازل عنها من أجل تحقيق عملية التنمية الاقتصادية. طيب دكتور، ومن أجل دكتور عملية ماجد، تحقيق التوزيع العادل للدخل كخطوة أولى من قبل الحكومة لمعالجة كل هذه الملفات اللي ذكرتها دكتور، هل هي موفقة؟ لحد الآن موفقة، لكن المشكلة الأساسية في عملية متابعة التنفيذ، تشكيل اللجان المتعلقة بعملية مراقبة الوزراء في التنفيذ واشتراطهم على مكافحة الفساد، وفي نفس الوقت تنفيذ القرارات المجلس الوزراء وتنفيذ الخطة الاستراتيجية، هذه مسألة دليل على أنه إحنا وضعنا القطار على السكة. طيب، ولذلك قضية يجب التأكيد التهريب على هذه قضية تهريب العملة، يمكن كما ذكر سيد عبد الحسن ممكن أن تستمر بظل الاعتماد على هذه المنصة وهذه السياسة الإلكترونية، ممكن أن يبقى منفذ لتهريب العملة دكتور ماجد؟ عفوا، طبعا منافذ عيني، قلت لك هذه لازم حزمة متكاملة، أي خلل بأي جزء من الحزمة المتكاملة هذه سيؤدي إلى تهريب العملة. هناك مجال، يعني أنت تتصور عملية ضبط التجارة راح تؤدي إلى 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 عدم هروب العملة، خلينا نقول هروب الأموال. تهريب يختلف، هروب الأموال نعم، عدم الثقة بالوضع الاقتصادي العام، عدم الثقة بالوضع الأمني العام، عدم الثقة بالسياسة الموجودة كلها أدت إلى هروب أموال كثيرة جدا خارج العراق عن طريق التجارة الخارجية، منها زيادة الأسعار سواء حتى في الاعتمادات أو زيادة الأسعار بالنسبة للحوالات، كلها زيادة أسعار السلع من الحوالات، التهرب من الضريبة، التهرب من الجمارك، كل هذه أدت إلى هروب كبير جدا للأموال. ولكن المسألة الآن بدأت الأمور تتجه نحو ضبط السوق الخارجي والداخلي. أنت طيب، لا تنسى أنه إحنا عندنا ارتباطات خارجية كبيرة جدا، سواء من ناحية أسعار النفط، الواردات النفطية، ومن ناحية التجارة. التجارة الآن بعد الحرب الروسية الأوكرانية ارتفعت بحدود من 23 إلى 40%، فهذا أيضا يأثر على السوق. ولذلك المسألة الأساسية الاعتماد على الانتاج المحلي ضرورية جدا من أجل تخفيف من العبء الأموال التي تخرج، العملة الأجنبية التي تخرج خارج العراق. ضبط الانتاج المحلي وضبط السوق المحلية يعتمد اعتماد كبير جدا على زيادة الانتاج المحلي وتنظيم التجارة الخارجية. موضوع تهريب الأموال وهروب الأموال وهذه تبقى عملية طويلة وليست مسألة قصيرة جدا، إلى أن يعتمد السوق على استقرار، تستقر الأسواق وتستقر الأوضاع والشعب العراقي يشعر بالراحة أمام السلطة. التوافق بين الشعب والسلطة مسألة مهمة جدا. سيد عبد الحسن، جزء آخر من هذا القانون أو هذا القرار هو فرض عقوبات الحرمان من الحصول على العملة الأجنبية، هل سينفذ أيضا أم سيحصل المخالفون على العملة الأجنبية أو الدولار من الأسواق السوداء؟ الحقيقة إذا مشى الوضع على هالحال وبدت المنصة تشتغل، والوضع اختلف تماما والدولة اتجهت إلى قضايا استيرادية أساسا ما تحتاجها، يعني كثير من المواد الآن تستوردها الدولة هي ما تحتاجها، ذاك اليوم هي الدولة قبل كم يوم صدرت قرار يعني فرضت ضرائب إضافية على بعض الشغلات اللي يعني ممكن أن تشتغل أو تتوفر بالبلد أو يوفرها الصناعيين العراقيين أو المزارعين العراقيين. إذا الدولة اتجهت هذا الاتجاه وكثير من الشغلات وضعت عليها يعني ضرائب إضافية مثل ما صار 65% على الأصباغ وتوابعها والأمور الأخرى، أكيد الناس راح تستقر وتفكر تشتغل داخلياً وتقل عملية تهريب الأموال أو صرف الأموال أو اتجاه الأموال إلى الخارج. تعرف أنت الآن كل رجال الأعمال العراقيين سابقاً ما كان عندهم أمل، من يحصل له مليون دولار رأساً
مثل ما قال سام يحول الى الخارج ويشرد، لانه مشاكل كثيره. الان اذا البلد اتجه الى الصناعه واتجه الى الزراعه واتجه الى الامور الاخرى والمشاريع، اكيد الناس راح تستقر بالبلد وبامان البلد اليوم اصبح. والمرحله اللي مرت مرحله عصيبه على القطاع الخاص خصوصا، يعني مغلقت كل الابواب امامه، مزارع يسوق محصوله ما ينطوا فلوس، زين مقاول يعمل يشتغل يبني ما ينطوا فلوسه، اضافه الى الفساد. صناعي يريد يشتغل يريد يبني يصنع يريد يعمر بلده ما ينطوه مجال. هذه فد مشكله. يعني الان احنا هاي المنصه راح تخفف كثير من الضغط على الناس، يعني راح يتجه العراق حتما الى الداخل، لان بناء الداخل مهم. واني اشوف خطوات السيد رئيس الوزراء خطوات جيده جدا في اتجاه القطاع الخاص العراقي ودعم القطاع الخاص العراقي، لانه القطاع الخاص العراقي هو اللي يقدر يبني البلد، لان كل بلدان العالم ما بنتها الدوله والموظفين، بناها القطاع الخاص، لان القطاع الخاص يتحمل مسؤوليه كبيره ويجازف ويعمل فترات طويله. الان احنا يعني عندنا بطاله مقنعه، يعني عدد الموظفين اللي موجود عدد هائل وهم كلهم بطاله مقنعه، بنفس الوقت انت عندك الاف الشباب عاطله عن العمل وتتظاهر طالب على وظائف. انا متاكد وسبق عندنا صار بالعراق انه هاي المظاهرات اللي يظهرون على 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 التعيين بالوظيفه، باكر اذا اشتغل القطاع الخاص كلهم يتركون هذا العمل، مثل ما احنا سوينا سابقا، تركنا العمل الحكومي واتجهنا الى القطاع الخاص، لانه القطاع الخاص بذاك الوقت اشتغل في مراحل حققنا نتائج مثمره كانت. الان احنا نريد هذه العمليه تتم، لانه حتى الناس تتوجه الى العمل، تتوجه الى مصالحها، تتوجه الى زراعتها، الى صناعتها، الى الشركات، هاي الشركات المقاولات وغيرها، هذه كلها شركات الان مطلوبه ضرائب، وهذا صار لها سنين ما تشتغل وتدفع ضرائب وتدفع يعني مسائل كثيره للدوله، والنتيجه هي عمل ماكو. هذه سببت اضافه الى القطاع الخاص. يمكن سيد عبد الحسن هناك يمكن درجه مهمه ايضا للاستثمار الاجنبي الذي طيلة السنوات الماضية كان متخوف من الاستثمار بالعراق، يعني إلى أي درجة ستسهم هذه المنصة الإلكترونية أو هذه السياسة الإلكترونية في فتح آفاق جديدة ومنظمة وتسهيل الطريق أمام الاستثمارات الأجنبية وقدومها وجذبها إلى العراق؟ الحقيقة بسبب الفساد، يعني الاستثمارات نجحت عندنا بس بالنفط، الاستثمارات الأجنبية لأن حققت، يعني اليوم أيضا وقعوا حزبة قرارات تخص الناس، يعني يجون لأنه النفط توجهوا في وقتها شافوا البلد ما بفلوس الحقيقة، فتوجهوا إلى الاستثمار، وهذا الاستثمار نجح، يعني سوانا مؤسسات نفطية صحيح تكبدنا كثير وأتعبنا كثير، لكن بالنتيجة تحصيل حاصل هي راح تكون الفائدة للبلد. احنا الان اذا صارت المنصه والناس حست انه البلد اصبح بمجال للعمل وبتقنيه، اكيد التقنيات راح تجذب المستثمرين، والمستثمرين يراد لهم طبعا جذب. الجذب شلون يبدي؟ يبدي بتسهيلات الدوله والتقنيات. ماذا عن وجود قوانين تحمي المستثمر واضافه للتسهيلات، وجود امان باستثمار امواله في العراق؟ نعم، احنا قانون الاستثمار مالنا جيد، واحنا سنين اشتغلنا به حتى عدينا وعدلنا به وهذا، لكنه بالحقيقه الـ 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 الناس اللي اشتغلت بالبلد وخصوصا قطاع الدوله ما رحموا المستثمر، يعني تشوف المستثمرين دائما يعانون. احنا لو الان مسوين مثل ما سوينا بالنفط استثمار بالكهرباء، كان احنا الان عندنا كهرباء. لو مسوين انا شنو عندي وزاره كهرباء بها 400 الف موظف والكهرباء ما عندي، شنو معناها؟ ألمانيا بلد اللي معروف هو أول دولة بالعالم هي تشتغل تدير الكهرباء بالعالم، زين هاي الدولة ما بيها وزارة كهرباء، زين وزارة الصناعة اللي الآن بيها آلاف الناس اللي أو المشاريع المعطلة، ألمانيا اللي هي أم الصناعة بالعالم ما بيها وزارة صناعة، زين إحنا مكدسين دوائر دولة موظفين وتعقيد وروتين وتعب،
القطاع الخاص العراقي الآن الصناعيين لو الدولة مثلا حالها حال أي دولة، حال الصين، حال دبي، حال سوريا، حال أجر، المفروض أنت من يجي يريد يقدم على مشروع صناعي تملك الأرض، مو تخليه يظل يدولب ويروح هنا ويرجع هنا، تملك الأرض تقول له هاي الأرض تعال جيب مشروعك الصناعي حتى تبدي تشتغل ويشتغل بسرعة، وصار عنده ملك أرض على بناء على حتى الضمانة، حتى يكون ضمانة لمشروعه بالمستقبل، يعني يقدر يدفع الأقساط اللي يستقرضها من الدولة، يقدر ينشئ من ينشئ مصنع ويصير عنده يعني آلية استقرار، راح المواطن يتطور والعامل عنده يستفيد والتكنولوجيا يتبعها ويجيبها القطاع الخاص. الآن إحنا هاي العملية مفقودة عندنا مع الأسف، نتوقع يعني نتأمل من الدولة أن تكون عندها مبادرات لدعم لا. القطاع الخاص، لأنه المنقذ الوحيد للبلد هو القطاع الخاص وليس الحكومات. طيب دكتور ماجد، من جانب آخر، ما مدى أهمية تطبيق الحكومة لهذه السياسة الإلكترونية النقدية كالتزام حقيقي بالمعايير الدولية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؟ إلى أي درجة هو ضمان فاعلية الرقابة؟ عزيزي، هذه المنصة المفروض تضبط الأمور بشكل كامل. نعم. لكن المسألة الأساسية كما قال الأستاذ عبد الحسن، مسألة مهمة جدا في عملية التنمية. خلي بس أقول لك فتشي. طيب. المستثمر الأجنبي، العراق عنده إمكانيات هائلة وفرص كبيرة جدا للاستثمار الداخلي والاستثمار الأجنبي. هذه مسألة موجودة. اللي يهم المستثمر الأجنبي والمستثمر الداخلي هو استقرار الأسعار، أسعار الصرف. لا تلاحظ شلون؟ لا ليست لا له علاقة بأسعار السوق السوداء. المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي لن يحتاج إلى السوق السوداء ما دام عنده إمكانية بسهولة للوصول إلى المنافذ الرسمية وبالسعر الرسمي اللي يبيع البنك المركزي. طيب. هذه هي المسألة الأساسية، ولذلك الآن الاستقرار الأمني الآن اللي موجود، الآن أقول مو متكامل لكن شبه متكامل، الاستقرار الأمني والاستقرار الاقتصادي اللي ممكن أن التوجه نحو التنمية وفسح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب وتشجيعهم، حل مشكلة الكهرباء، حل مشكلة البنى التحتية بشكل عام، حل مشكلة السياسة الضريبية، هذه كلها عوامل تؤدي إلى تشجيع الاستثمار. المستثمر الأجنبي والمحلي، هناك طبعا أساليب كثيرة جدا، يعني أنا بوقتها من قبل 10 سنوات اقترحت أن تكون هناك مصرف تنموي، مصرف العراق للتنمية. نعم. والآن يعني وصل مراحل بس لحد الآن ما لم يتم تطبيقه، صار مكانه هسه بالوقت الحاضر على أساس صندوق التنمية. هذه المواضيع يجب العمل عليها بشكل جدي في موضوع توحيد المصارف التنموية في مصرف تنموي واحد من أجل المساهمة في عملية التنمية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية لهذه العملية. مثلا موضوع إنشاء شركات المساهمة من أجل جذب الأموال المكتنزة لعملية المساهمة. المصرف هذا التنموي أو الدولة إذا دخلت في مشروع معين وعملت شركة مساهمة تجذب الأموال، هذه تجارب عالمية موجودة، وأول تجربة يعني أكبر تجربة في هذا الموضوع هو في ألمانيا الآن أو يعني بعد الحرب العالمية الثانية. هذا الموضوع سيؤدي إلى عملية تنمية وتخفيف العبء على الدولة من ناحية الأموال اللازمة لعملية التنمية، أجذب الأموال المكتنزة، أبيع الأسهم اللي موجودة، وبعدين بعد مرور فترة الدولة تنسحب وتبيع الأسهم مالتها إلى القطاع الخاص. هذه أساليب مختلفة، هذه أساليب مختلفة لحد الآن لم يتم الاهتمام بها بشكل كبير، لكن الاهتمام اللي موجود هو استثمارات الدولة في المشاريع الاستراتيجية، وهذا توجه صحيح جدا لأنه القطاع الخاص لا يستطيع التوجه لهذه المشاريع الكبيرة التي تحتاج إلى أموال كبيرة وجهود محلية وجهود دولية. هذه الأمور أنا في تصوري في الوقت الحاضر يجب أن تكون بممارسة من قبل الدولة. القطاع الخاص أعطي القطاع الخاص في الوقت الحاضر الصناعات التحويلية،
موضوع التجارة، يعني التجارة والصناعة التحويلية والزراعة، المفروض أنه الزراعة تتحول إلى القطاع الخاص بشكل كامل، وهي موجودة طبعا 90% من الزراعة بالقطاع الخاص، لكن طيب. المشكلة الأساسية هي في كيفية تأمين الإنتاج بأسعار مناسبة، وهذا لا يجوز، لا يمكن أن يتم إلا بمساعدة الدولة. الكهرباء يجب أن يعطى بشكل مناسب يعني بتخفيضات مهمة جدا مدعوم، الضرائب يجب أن تكون مدعومة بالنسبة للقطاع الخاص. الضرائب قصتها قصة يمكن دكتور ماجد نفصل بها أكثر، الضرائب والجمارك، لكن أعود لك دكتور ماجد، لكن معك السؤال سيد عبد الحسن. يمكن بال89 او بال90 قبل حرب العراق مع الكويت، سؤال يعني في جلسه خاصه ما بين تجار عراقيين وتاجر كويتي، ليش ما تستثمر اموال وتقوم بانشاء مشروع في العراق؟ قال العراق ما بي قانون، قرارات مجلس قياده الثوره، قرار صدام او قرار روطبان وغيره، ممكن ان يصادر هذا المشروع او يلقي بهذا المستثمر العربي أو الخليجي أو الأجنبي في السجن ويصادر أمواله. طيب حاليا يعني وفق هذه السياسة وهذه الرغبة من حكومة الحالية بمعالجة هذه الإشكالات وضبط حركة رأس المال إلكترونيا بحسب رغبة ومساعي الحكومة، الالتزام بتطبيق القوانين النافذة وتطبيقها من قبل هذه الحكومة، كافي لجذب رؤوس أموال عربية وأجنبية إضافة إلى القطاع الخاص طبعا؟ بالحقيقة بالنسبة لل يعني بالنسبة للقانون، القانون ضمنهم للمستثمرين، وسبق أكو كثير من المستثمرين قاموا دعاوي على الحكومة العراقية وكسبوها، وحتى المستثمرين المحليين أيضا اللي تعرضوا إلى مشاكل، يعني كثير من عندهم انطوهم الارض وبعدين ادخلت احزاب وادخلت ناس حاولت تستفزهم، لكن القضاء والمحاكم صدرت لهم قرار لصالحهم ونفذوا العمل بشكل جيد. لكن بالمقابل ايضا معروف يعني بحسب المشاريع السابقه سيد عبد الحسن، يعني اكو مشاريع وصلت الى مرحله من الانجاز ولا تصرف الاموال او السلف للمقاول او لصاحب المشروع او للمستثمر الا يدفع للجان الاقتصاديه، خلينا نقول اي هذه حقيقه كانت، هذه موجوده، هي هذه مرحله من مراحل الفساد. بس احنا بهالمرحله الجديده والاتجاه الحكومه الجديد انه هاي المرحله لازم نعبرها، يعني نعطي للمستثمر اهميه، لانه دول العالم كلها استفادت من دور المستثمر، لان المستثمر يوفر لك الاموال ويوفر لك التكنولوجيا والتقنيه الحديثه ويوفر لك العمل ويشغل بلدك بنفس الوقت. بعدين احنا بالنسبه للمشاريع الحقيقه المهمه بالبلد، احنا عندنا من اهم المشاريع اللي لازم هاي تتبناها الدوله حصرا وخاصه بالدوله، يعني مثلا مشروع البتروكيماويات هذا لازم يصير، لان البتروكيماويات راح يشغل لنا الصناعه، صناعه بدون بتروكيماويات ما راح تمشي. العفو، هاي البتروكيماويات مو كان الموجود مشروع ضخم بالبصره، يمكن اكبر مشروع بالشرق الاوسط موجود والان يشتغل بقسم من عنده، لكنه تخطيط الدوله خاطئ او تخطيط المشرفين على المشروع خاطئ، بحيث احنا الان هم يبيعون حبيبات بلاستيكيه مثلا على سبيل المثال، يبيعون حبيبات ب 2200 بالوقت اللي السعودي اقل من عندهم اسعار والايراني اقل من عندهم اسعار، يبيع ب 1400 والسعودي يبيع ب 1600، فهذه مو افكار، المفروض هم جايين لخدمه الصناعه وخدمه بلدهم، المفروض ينافسون هذول بالاسعار او يبيعون اقل من عندهم حتى يقدرون يشغلون بلدهم ويشغلون مصانعهم، هذه ايضا الدوله لازم تنتبه عليها. بالنسبه للاسمده الكيميائيه ايضا هي موجوده والمعمل موجود، لكن القوان استبدوا غير طريقه، قاموا يستوردون ويدخلوه باسمهم وما اعرف ايش، واصبح واحنا عندنا من افضل المشاريع موجوده، كان يراد لها صيانه هذه بالنسبه لنا، لانه المشاريع الزراعيه ما ممكن تنجح اذا ما يكون معامل الاسمده موجوده وياها. طيب دكتور ماجد، يمكن عندك تعليق على قضيه اللجان الاقتصاديه، تعتقد حكومه السودان جاده بحل وتهديم هذه اللجان التي
أضرت بالاقتصاد العراقي لفترة طويلة، هذه المنصة راح تقيد من فسادهم؟ عزيزي، أنواع الفساد مختلفة. أنواع الفساد موجود بالنفقات التشغيلية، الفساد موجود بالنفقات الاستثمارية، النفقات موجودة بالعقود، فهذه كلها أنواع مختلفة من الفساد. وتوزيع الوزارات على الأحزاب بالشكل الموجود اللي كان موجود سابقا وحتى بالوقت الحاضر، يعني هذه لولا سياسة السيد رئيس مجلس الوزراء في موضوع ضبط الأمور لا أيضا استمرت نفس المسألة مثل السابق، ورقابة موجودة ومتابعة موجودة. ولذلك المسألة اللي مطروحة هو كيفية إدارة الدولة. الآن إدارة الدولة تدار بشكل صحيح، ليس 100% لأنه ليس لديه كل الصلاحيات المطلقة، لكن أكو أطراف أيضا نافذة دكتور ماجد لا ترغب بإدارة صحيحة للدولة ومعادية لهذه الإجراءات. نعم. ولذلك عندما ندخل في موضوع التجارة وفي موضوع هذا الفروقات الكبيرة بين أسعار الصرف البنك المركزي وأسعار الصرف بالسوق السوداء، هذه كلها مصالح تجارية عزيزي، هذه كلها طيب. مصالح. طيب السودان إذا تسمح لي دكتور، راح يقدر يستمر بمواجهة هذه الجهات، يستمر بهذه السياسة الصحيحة لو راح يتعرض إلى مواجهة من قبل هذه الجهات النافذة، لو الدعم السياسي اللي عنده من قوى الإطار الشيعي راح تقدر تسنده بنجاح هذا البرنامج؟ المقاومة ستكون موجودة بالتأكيد، أصحاب المصالح السابقة الفاسدين وكلها ستعمل على مقاومة الإجراءات الصحيحة. يحتاج إلى مساندة كبيرة جدا الإجراءات، يعني التصريحات الأساسية اللي موجودة هي موضوع أنه إحنا نساند السيد السوداني في كل إجراءاته، لكن تقاسم المناصب لا زال موجود. أنا أرجو المعذرة، يعني هذا اللي نسمعه إحنا. بنفس الوقت السوداني ينجح عندما يصير توافقا مع متطلبات الشعب وليس مع متطلبات الأحزاب، وهو يتجه نحو هذا التوجه. ولذلك ستجبر الأحزاب التي لا تساند على السير في هذا الطريق، لأنه الشعب يريد. طيب خليني أسألك سؤال أخير دكتور ماجد. نعم. باعتبار أن هذه المنصة أو هذه السياسة الإلكترونية للبنك المركزي والحكومة غير كافية بشكل كامل، لكن ممكن أنه تفيد بنسبة كبيرة. نعم. إذا ما طبقت، يعني أكو إمكانية أو ضرورة لتطبيق ذات هذه السياسة التي اتبعها البنك المركزي في الضرائب التي تعاني من مشاكل كثيرة، ممكن تطبيق نظام إلكتروني بالجمارك للقضاء على الفساد في هذه المؤسسات وغيرها من المؤسسات الأخرى؟ عزيزي، من عام 2004 نعم حتى الأمريكان أصروا على أن موضوع الحكومة الإلكترونية. نعم. لكن للأسف الشديد الحرس القديم قام بمقاومة هذا التوجه، وعام 2021 اتخذ قرار بالموازنة أنه الحكومة الإلكترونية يجب أن تنفذ. نعم. الموازنة يجب أن تنفذ بواسطة الإجراءات الإلكترونية أو التقنية الإلكترونية، لكن لم تنفذ لسبب واحد، أنه لا توجد متابعة. كان من مصلحة بعض الأحزاب ومن مصلحة بعض المسؤولين. نعم. هو هذا الفوضى، ولذلك ضبطها سيؤدي بالتأكيد إلى القضاء على المكاتب الإقتصادية وسيؤدي وصلت الفكرة. شكرا لك دكتور ماجد. شكرا لك الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري، كنت ضيفا كريما بالصوت والصورة من بغداد، والشكر جزيلا لكم عضو مجلس إدارة اتحاد رجال الأعمال العراقي. إذا سمحت لي باختصار سيد عبد الحسن، إذا باختصار بالحقيقة إحنا من 2003 إلى الآن، والدكتور ماجد كان يعرف أنه كنا نلح أن تأمين البضاعة الخارجية. نعم. يجب أن يكون محلي. شركات التأمين العراقية هي تنفذ هذا التأمين حفظا على سلامة البضائع العراقية وحفظا. نعم. على الأموال العراقية. الآن العراق سنويا يخسر أكثر من مليار دولار نتيجة التأمين بالخارج. نعم. وبنفس الوقت الأموال اللي يجيبوها التجار أو يجيبوها أو يستوردوها قسم من عندها يتضرر ويضيع وبدون ضمانة، وهذا هاي فد مشكلة كبيرة، بالعلم انه هم دافعين فلوس هالتجار العراقيين لشركات ما يعرفوها اجنبية. يعني هذه نتمنى ان تنتبه الحكومة، طبعا كل الحكومات السابقة طرحناها هذا المشروع عليها. لا. لكن بالنتيجة ما حققنا اي شيء. يعني نتمنى من الحكومة السوداني ان تنتبه على هذا الموضوع وتطبقه، لان هذا مهم. يعني هاي 20 مليار
احنا خاسرانين خلال واضح. 20 سنه. نعم. شكرا لكم عضو مجلس اداره اتحاد رجال الاعمال العراقي الاستاذ عبد الحسن الزيادي، كنت ضيفا كريما، شكرا لكما، والشكر الموصول لكم مشاهدينا. الى هنا وصلنا وياكم وضيوفنا الكرام الى ختام حصادنا لهذه الليله، والى اللقاء.